رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وزي ما قلت في المقدمة هنتكلم بالتفصيل عن محافظة المنيا. هذه المحافظة الزراعية بالدرجة الأولى الحقيقة اللي بتشتهر بزراعة العديد من المحاصيل، سواء كانت محاصيل حقلية أو محاصيل خضار أو محاصيل فاكهة. أيضا لها دور في المشروع الضخم وهو 1.5 مليون فدان. هنتكلم بالتفصيل عن هذه المحافظة، وطبعا احنا في انتظار اتصالات حضراتكم من اهالينا من المنيا للرد على اي استفسار او حل اي مشكلة على الهواء مباشرة. لذلك يسعدني ان ارحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة، السيد المهندس عبد العاطي صديق وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا. برحب بحضرتك باشمهندس عبد العاطي. اهلا وسهلا بحضرتك وعودا حميدا. الحمد لله وشكرا لله، نتمنى لحضرتك دوما التوفيق ان شاء الله باذن الله، نتمنى من الله ان شاء الله. يعني طبعا نحن مقبلين على فصل الشتاء، ما هي استعدادات مديريه الزراعه بالمنيا لاستقبال هذا الفصل؟ قبل ما اتكلم اهني الشعب المصري باعياد اكتوبر المجيده. والله ده للعام 46، وان شاء الله مصر كلها تفضل كل يوم في اعياد ونصر دايما باذن الله. احنا عاوزين الذكرى دي نعيشها تاني يا باشمهندس. ان شاء الله انا حضرتها، كنت الايام دي حضرتك حضرتها، كان سني 13 سنه وانا حضرتها. الحقيقه الاجيال اللي موجوده حاليا ما حضرتش تلك الايام العظيمه اللي كان فيها حب ووئام وسلام بين كل طوائف الشعب المصري. اكيد يمكن زي ما انا قلت في الفتره دي لم تسجل جريمة واحدة على مستوى الجمهورية. أكيد. يعني كان انتماء حقيقي لهذا الوطن، وهو ده المعدن الحقيقي للشعب المصري اللي هو بيظهر وقت الأزمات. احنا عاوزين نسترجع الذكرى دي ونرجع مرة تانية بقى بإذن نلتف الله. مع بعض مع القيادة السياسية إن شاء الله. احنا كلنا جميعا خلف القيادة السياسية، لأن ما زالت المؤامرات مستمرة طبعا. بالضبط. ونتمنى من الله وندعو الله ربنا يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وكلنا وراء خلف القياده السياسيه قلبا وقالبا. اكيد طبعا. وربنا ينصره وينصر القياده السياسيه ضد الارهاب باذن الله باذن الله. بالنسبه لمحافظه المنيا، انا سلمت مديريه الزراعه في المنيا ليا شهر. بمجرد ما جيت كان نهاية الموسم الصيفي لعام 2019، كان في شوية مشاكل الحمد لله تغلبنا عليهم، وبدأنا نوفر. أولا عرفت الزمام المنيا، طبعا زمام كبير مش صغير. عملت الاحتياجات المطلوبة للموسم الشتوي من الأسمدة والمبيدات والتقاوي. بالنسبه للزمام عندي، هل كان في رصيد من الاسمده؟ كان يعني في رصيد في حدود 3000 طن. والحمد لله يعني في اواخر الموسم الصيفي كان في مشاكل، لكن تغلبنا عليها وبفضل الله عز وجل، يعني الحمد لله ما كانش في، نعتبر تغلبنا على المشاكل بتاعت نهايه الموسم الصيفي. تمام. وان شاء الله بدايه موسم شتوي جديد، و عملنا الاحتياجات السمادية وجميع أصناف التقاوي الخاصة بالقمح موجودة في الجمعيات، والمنفذ الخاص بإدارة إنتاج التقاوي التابع لوزارة الزراعة عندي في المديرية. معظم أصناف تقاوي القمح، تعرف حضرتك المنيا بتتميز المحافظة الأولى على الصعيد في زراعة القمح. زمام من محافظة المنيا من أكبر زمامات على مستوى محافظة الصعيد، 420,000 فدان ده المقنن. لكن بالنسبة للغير مقنن فطبعا في وضع يد زي ما انت فاهم طبعا. وعندي أنا 346 قرية فيهم 346 جمعية محلية، غير 9 جمعيات مشتركة، غير الجمعيات النوعية، غير الجمعية المركزية اللي هي أم الجمعيات المحلية والمشتركة والنوعية في محافظة المنيا. طبعا يتم عمل البرنامج الشهر الموسم الشتوي مكون على 5 شهور او موزع على 5 شهور. بيتم عمل البرنامج الشهري بالمديرية وارساله للجمعية المركزية اللي هي دورها بترسل للجمعية العامة بالقاهرة، والجمعية العامة بترسل البرنامج للمصانع لتنفيذ البرنامج للجمعيات الزراعية المحلية.
طبعا ابتدينا في توزيع بداية الموسم الشتوي، طبعا في البداية طبعا ما فيش أي مشاكل أسمدة. بالنسبة للتقاوم موجودة في جميع الجمعيات، المبيدات حنبدأ نوفر في المبيدات، وحنبدأ نوفر برضو مبيدات الحشائش الخاصة اللي بنستخدمها في محصول القمح. بالضبط. المساحة المتوقعة زراعتها إن شاء الله؟ المساحة المتوقعة زراعتها في حدود 230 من 240 ألف فدان. السنة اللي فاتت كانت مساحة الزمام المنزرع من محصول القمح 218 ألف فدان. ونتمنى إن شاء الله زيادة هذه المساحة من محصول القمح، لأن محافظة المنيح من المحافظات التي تشتهر بمحصول القمح وبعض المحاصيل الاستراتيجية زي محصول قصب السكر والبنجر. الحقول الإرشادية المتوقع عددها يعني إن شاء الله الموسم القادم؟ أولا الحقول الإرشادية أنا ما نقدرش نحدد من دلوقتي إن شاء الله، لكن حتكون كثيرة. الموسم اللي فات كانت كام تقريبا؟ ما خدتش عددها يعني. طيب ماشي. ماشي أوكي. هو طبعا الحقول الإرشادية حضرتك عارف إن هي مهمة، لأن هي بتعتبر نموذج عملي للفلاح عشان يقتنع بالمعاملات السليمة والإرشادات السليمة الخاصة بهذا المحصول علشان يحصل على أعلى إنتاجية. تمام. طب المساحات، طبعا طريقة الزراعة احنا دلوقتي حضرتك عارف بنشجع الزراعة على مصاطب. المساحة عشان زيادة الإنتاجية بالظبط. هل معروف المساحة اللي يتم زراعتها على مصاطب في المنيا؟ هو المفروض انا كنت جبت المساحات اللي كانت اتزرعت على مصاطب، لكن انا ما جبتش المساحات. احنا نتمنى الحقيقه زياده المساحه، زياده المساحه اللي تتزرع على مصاطب، والمساحات كلها تكون مزروعه بهذه الطريقه. نتمنى، لكن لان الزراعه على مصاطب تقاليد بتغلبني وبتغلب المزارعين اخواتنا. في ناس بتزرع، مش بتزرع على مصاطب، لكن احنا بنحاول نرشد المزارع للزراعه على مصاطب لزياده الانتاج. ما هي اذا كانت الطريقه دي مفيده للفلاح انه هتديله اعلى انتاجيه، بالنسبه للمعاملات الزراعيه برضه مفيده، هتوفر له ميه، ايه المانع؟ لا كمان على فكره الزراعه على مصاطب بتساعد انه القمح ما يحصلوش رقاد في نهايه الموسم. اكيد. طيب يبقى احنا نتمنى ان الفلاحين يقتنعوا بزياده الوعي الارشاد والندوات الارشاديه. ما هو فندم احنا بنتكلم برضه هنا من خلال البرنامج وحضراتكم الندوات الارشاديه باذن الله. وطبعا الحقول الارشاديه اعتقد كلها بتكون مزروعه بهذه الطريقه. بتكون مزروعه على مصاطب. تمام. معانا علي من المنيا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ وحشنا. الله يحفظك. الله يخليك دكتور حامد عبد الدايم، الراجل الوطن العظيم. ربنا يحفظك. الله يخليك. اولا يا باشا بعد اذن حضرتك اتفضل. انا اولا بهني الشعب المصري جميعا حكومة وشعبا بانتصارات اكتوبر المجيدة، واترحم على روح الزعيم البطل الراحل الزعيم انور السادات بطل الحرب والسلام، العبقري انور السادات الله يرحمه، العبقري الثعلب المكار اللي جاب لنا نصر اكتوبر سعادتك. صح. هو بطل الحرب وبطل السلام على فكره، حرب وسلام وكل حاجه والله العظيم. الله يرحمه يا رب. اتفضل يا اخ. وبعد اذن حضرتك يا باشا احب اطمن حضرتك واطمن الشعب المصري ان ما زالت الروح الوطنيه في الشعب المصري العظيم. اكيد طبعا. اكتوبر ما زالت شغاله، وده ظهر اثناء الدعوات المشبوهه سعادتك. بس حضرتك عارف المؤامرات كتيره قوي يا اخ علي. انتصارات كتير كتير كتير. المؤامرات. لان والمؤامرات ايوه يا باشا. المؤامرات ومحمد علي ومحمدين علي. لا 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 لا، الناس دي ده بعد توفر. اذنك ما يصحش نذكر اسمائها. توافه يا حاج علي، زي ما بقول باشمهندس صلواتي، دول توافه ما توفر. نذكرش اسمائهم، اعملوا معروف. احنا مش هنديهم ازيد من حجم. لا لا خالص، نقول التوافه مش الاسم. التوافه، واحنا بنحارب ارهاب، وزعيمنا البطل ببعث له التحيه، فخامه الزعيم البطل عبد الفتاح السيسي طبعا ظاهر مخططات الارهاب والمؤامرات اللي كانت عايزه تهدم البلد. اطمن يا حامد بيه، احنا شعب واعي، ومن محافظه المنيا بقول لك احنا مؤمنين ببلد ارتفعت فيه
مؤقتا الاسعار هتكون افضل من بلد ستشتعل فيها النيران يا باشا. برافو عليك، برافو عليك يا حاج علي، صح تمام يا باشا، كلامك ده مظبوط والله. قلبا وقالبا وتحيه لكل شهيد وريقه مقتت من دمائه من قبل حرب اكتوبر وحرب اكتوبر بالزبط. وحتى هذه اللحظه وحتى الان وحتى هذه اللحظه وتحيه لكل اب شهيد واخ شهيد وام شهيد. انا بحييك والله يا اخ علي الحقيقه، جزامهم على راسنا من فوق بالظبط. وتحيه لكل فلاح مصري، لان لازم لا نكون عارفين يا حاج علي، لازم نكون عارفين ان الفلاح المصري ده هو ابو الشهيد واخو الشهيد وابو الجندي وابو الضابط واخو الضابط والجندي اللي موجودين اللي هم بيدافعوا عن مصر حتى هذه اللحظه. فتحيه لكل فلاح مصري في جميع المحافظات، لكل فلاح مصري ولكل مزارع مصري ولكل زراعي مصري مهندس بالزبط. او دكتور او باع بالظبط، كله من اجل مصر يا باشا، واحنا تحت امره. هو جندي برضه، جندي مزارع، وغير جندي مزارع. انا بكلمك عن مشاكل، اتفضل. لان قاعد قدامك قدام الكاميرا الراجل حلال المشاكل، وصل حلال المشاكل، وصل ابو عاطي بيه صديق الخطيب، لان قبل كده كنت عملت مداخله مع حضرتك، وبتوجه بكل الشكر والتقدير لمعالي الوزير الواعي المخلص الدكتور عز الدين ابو السيد، اللي بيعمل صوب زراعيه وبيعمل مزارع سمكيه وحاطط ايده في ايد فخامه الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، وما يعمل انجازات على ارض الواقع. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احنا برضو بنحيي الباشمهندس ابو عاطي، وان شاء الله على ايديه ترجع النهضه الزراعيه بمحافظه المنيا مره هترجع. انا قبل كده قلت لك الراجل دور عجله الانتاج، مش عارف ايه اللي حصل، وقفت شويه، مش مشكله، ما يدرش حاجه، تعبت شويه. رجع تاني، سيبوها لنا يا باشا، خلي العجله تدور شويه كده. لا هو معاكم ما تقلقش. ماشي يا باشا، واحنا معاه واحنا وراه، واحنا كمزارعين وكفلاحين وبكلمك وكمهندسين زراعيين هنقف وراه بالليل وفي النهار ان شاء الله. ان شاء الله ده مطلوب. متشكرين على بعض. شكرا حاج علي، ده يعني تشفق راسي، وانا خدام لكل مواطن وخدام لكل فلاح. هو المفروض كل مسؤول كده، شرف لي انا كلمه خدام لاي فلاح واي مواطن يدخل المكتبه او لي مشكله، ده شرف لي انا اكون خدام. احنا بنحييك، لان هي دي الصفه اللي المفروض تكون موجوده في كل مسؤول، مكتبه مفتوح للمواطن. انا بكون سعيد جدا لما احل مشكله مزارع، لان هو المسؤول موجود علشان كده، علشان يحل مشاكل الناس، يشوف ايه اللي المفروض يتعمل ويعمله. لو هو مش قادر يعمل كده ما يقعدش في مكانه صراحه. طبعا اي مسؤول ما عندوش القدره على حل مشكله المواطن ما يقعدش في مكانه، على فكره في اي مكان، في اي وزاره، مش في وزاره الزراعه لا، بس لان احنا ما عندناش وقت. خلاص الرئيس بيقول ما عندناش وقت، المسؤول اللي مش قد المسؤوليه بنقول له متشكرين، او هو يقول لنفسه بقى متشكرين يعني، لان كفايه تضيع وقت. لكن يجي يقعد على الكرسي سنه واثنين وثلاثه وما يحلش مشكله، والمشاكل تتراكم على الناس وعلى البلد، ما ينفعش. يعني لازم ارجوكم، لان ده مستقبل وطن، مستقبل وطن. المسؤول بياخد مرتبه من الضرائب اللي بيدفعها المواطن المصري، فلازم يكون على قد المسؤوليه، لازم يكون الضمير حي يا سعاده الباشا. طيب معانا طلال من كفر الشيخ. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حامد، اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، اتفضل. بحييك وبحيي ضيفك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك، الله يخليك. يا دكتور حامد لو سمحت، انا عندي مشكله في اصلاح كفر الشيخ الزراعي. اصلاح الزراعي بكفر الشيخ، اتفضل. عندي مقيد على جدي ثلاث فدادين ونص بسبب الاصلاح الزراعي. ثلاث فدادين ونص. وجدي حائز بفدانه 10 كيرات فقط لا غير، ومعايا ما يثبت ذلك. واتقدمت لاستشاره الزراعه بمكتب الاستاذ علي رواش بوزاره الزراعه بالقاهره بشكوى وتم العمل بها، وذهبت للسيد وزير الاصلاح الزراعي الدكتور سعيد ابو فريخه وكيل وزاره الاصلاح الزراعي، برضك لم يتم العمل ومحدش رد عليا. والنهارده الاصلاح الزراعي عامل لنا محاضر حجز وتبديد، وتم الحكم على والدي بسنه ودفع 27,000 جنيه متراكمات على الارض التي لم توجد تحت اي دينا.
لا لا لا، الموضوع ده انا عاوز افهمه اخ طلال. يعني الموضوع يعني انتوا ازاي مقيد عليكم من الاصلاح 3.5 فدان واللي تحت ايديكم فعلا فدان و10 قراريط؟ ازاي يعني يا فندم؟ احنا يعني الشكاوى تحت وصلت الرقابه الاداريه والنيابه الاداريه والها، وبص يعني وصلت، يعني مش عايز اقول لحضرتك انا بقالي 7 سنين النهارده بجري على الارض دي. طيب انا بعد اذنك، يعني الاصلاح الزراعي بيطالبكم بحق انتفاع الخاص بالارض اللي هم 3.5 فدان، مظبوط؟ طب ما تقولوا للاصلاح ادونا ال 3.5 فدان، فين هم؟ قلت لهم يا فندم سلمونا ال 3.5 فدان واحنا ندفع عليهم. قال لك لازم تطلع المساحه، وكلفه المساحه هتفرز 151 فدان، كلفتها 120000 جنيه. وانا جهه مش مالكه، انا بخاطب السيد وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، وبخاطب السيد وزير الإصلاح الزراعي بالقاهرة بإن كلفة المساحة مش عليا، لأن أنا مش جهة ملكة. مفيش وزير للإصلاح الزراعي يا أخ طلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. تمام، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. فأنا طبعا ما أناش جهة ملكة للإصلاح الزراعي، أنا راجل بدفع قيمة إيجارية. يعني هم بيطالبوك بدفع قيمة إيجارية لأرض فعلا مش تحت ولايتك، وهي مش تحت ولايتي مش أصلاً. تحت ولايتك. فطبعا ده فدان وعشرة تحت ولايتي، وهم والله هي مشكله غريبه جدا، يعني زي اللي بيجي له فاتوره تليفون وهو اصلا ما عندوش خط تليفون. الله يفتح ولازم عليك يدفع دكتور. يعني حاجه غريبه جدا يعني انا الله يفتح على حضرتك، ومطلوب من المواطن هو اللي يثبت. يعني طب ما الهيئه بتطالبه بانه يدفع القيمه الايجاريه ل 3.5 فدان، طب ما يدوله ال 3.5 فدان. الراجل بيقول لكم انا تحت ايديا بس فدان و10 قراريط، ومعايا ما يثبت ذلك يا دكتور كمان. معايا ما يثبت، معايا فدات من الجمعيه ومعايا بطايق الجمعيه بتثبت ان انا حائز بفدان وعشرة، بس ان جدي ده حائز بفدان وعشرة وبطالب بثلاث فدادين ونص، وتم تحرير محضر حجز وتبديد ضد والدي بما ان هو الوريث لجدي، وحكم عليه بسنه ودفع 27000 جنيه. يا اخي طلال، يا اخي طلال، بس حجز وتبديد على ايه؟ على ارض هي اصلا مش موجوده. طيب يا فندم انا بطالب بتسليم الارض ديت يا برفع القيمه الايجاريه من عليا، مع اني مش هرضى برفع القيمه الايجاريه، انا بطالب بالتسليم بما انها مقيده عليا. طيب احنا خلال الحلقه ان شاء الله هنعمل اتصال تليفوني مع الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئه، وهنعرض عليه المشكله ونشوف رده ايه، ويا ريت المستندات اللي مع حضرتك توصل لنا هنا في القناه. يا فندم انا تحت امرك في اي وقت وفي اي مكان وقدام اي جهه قانونيه، ومساءل باني لو اخطات في حق احد اساءل قانوني، وانا موافق في اي مكان. تمام، ولو قدام السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي اظن ما حدش يرضى بالظلم النفسي. طيب. يعني خلاص بقى، يعني احنا عاوزين المسؤولين هم اللي يشتغلوا. عم طلال، وفي معلومه كمان حضرتك يا دكتور، حضرتك بس سيب بياناتك في الكنترول، والاعداد هيتواصل معاك علشان حضرتك تشرفنا بالمستندات، وهنعرضها على الدكتور حسن الفولي، وهو احنا هنعمل معاه مداخله ان شاء الله خلال هذه الحلقه ونعرض عليه المشكله. تحت امر انت حضرتك في مركز ايه؟ مركز ايه يا اخ طلال؟ مركز كفر الشيخ يا فندم. مركز كفر الشيخ، طيب اوكي. بشكرك جدا، حاضر، بشكرك. مشكله غريبه جدا بصراحه، يعني طلال معاه فدان وعشر قراريط، مشكله الاصلاح بيقولوا له لا ده انت مربوط عليك 3 فدادين ونص، وبيطالبوه بحق انتفاع الثلاث فدادين ونص، ويدفع ايجارهم. لا، وخدوا عليه حكم كمان، ومش عارف، ودفع 27000 جنيه وسنه سجن على حاجه مش موجوده. طب احنا عاوزين المواطن يبقى عنده انتماء ازاي؟ ربنا يصلح الحال. عموما هنشوف القصه، هو بس يجيب لنا المستندات ونعرضها على المسؤول الدكتور حسن الفولي، لان هو الراجل متاكد من نفسه، بيقول لو ثبت عكس كده يعني انا مستعد لاي حاجه. يعني نتمنى مثل هذه المشاكل يتم حلها سريعا الحقيقه، لان هي مهمه قوي يعني ان هي تتحل. طيب نستكمل الحديث يا اخ عباطي. طبعا فضل. احنا المحاصيل الاخرى بقى الشتويه غير القمح، عندنا بالنسبه لمحافظه المنيا تتميز بزراعه المحاصيل الاستراتيجيه زي قصب السكر. عندنا 38000 فدان قصب سكر مزروعين في محافظه المنيا. بالنسبة للبنجر السكر برضو 25000 وفدان برضو بنجر، والحمد لله بيتم التعاقد عليهم
في مصانع بنجر السكر اسكندريه والفيوم. ما هو البنجر بيعتبر من المحاصيل الاستراتيجيه والتعاقديه وما فيهوش اي مشكله ولا القمح ما فيهوش اي مشكله. وعندنا كان مزروع في محافظه المنيا 1097 فدان قط. ده اللي انا جيت لقيت فيه مشكله في التسويق لكن ما عنديش منظومه طبعا اتكلم بيها طبعا. طيب معانا محمد من المنيا. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. سعادتك احنا اشترينا ارض من الصحراء الغربي بحافظه المنيا. الو. ايوه معاك. اشترينا ارض من الصحراء الغربي لمحافظه المنيا مركز زير مواس. مركز زير مواس ها. واحدين التماوي يعني اللي هناخده جديد ناخده من اقرب جمعيه زراعيه بدل ما يقولوا تعالوا خدوا من المنيا. يعني انت عاوز جمعيه زراعيه هناك؟ عندنا جمعيه زراعيه قريبه لينا. طب ليه ما فيهاش اسمده؟ فيها اسمده بس بيقولوا في المنيا تعالوا خدوا التماوي الارض الجديده من المنيا. مش مقنن وضعه. لا طب خليك معايا، انت مقنن وضعك يا اخ محمد؟ مقنن وضعي ايوه بخمس مدابين. من المحافظه؟ من المحافظه ولا منين؟ عشان تحت ولايه المحافظه. من المحافظه في المنيا. تمام. خدت العقد من فايد المحافظ. تمام. عليه بالذهاب النهارده كان في اتصال، كنت بعت انا العقود للاداره المركزيه لشؤون المديريات وقالوا خلي الناس زي تجينا في الاداره المركزيه في شؤون المديريات بوزاره الزراعه ويجيب العقد معاه الاصلي واي مستند خاص بعقد الملكيه. على اساس يتم العرض على اللجنه التنسيقيه لصرف اسئله. طب خليك معايا يا اخي محمد، خليك معايا. هو انا يعني انا طب ما حضرتك كوكيل وزاره في المنيا يعني لا يكتفى بان هذه العقود تجي لك وتعمل بها كشوف وتبعتها للاداره المركزيه؟ بعت الاداره المركزيه بقول لهم الناس دي حصلت على عقود وفي عقد بين المحافظه وبين المزارع وان هذا تم الاتصال بها عن طريق الاداره المركزيه لشؤون المديريات اللي خلي الناس دي تجي عشان يتم العرض على اللجنه التنسيقيه. يا فندم يجوا ليه؟ انا عاوز افهم يجوا ليه؟ احنا هو احنا غاويين ندوخ المواطنين ليه؟ يعني انا المواطن اجيبه من المنيا، خليك معايا، اجيبه من المنيا من دير مواس علشان يجيب العقد الاصلي يديه لشؤون المديريات؟ ما حضرتك بتمثل لحظه يا اخي محمد، حضرتك بتمثل وزير الزراعه في المنيا. انا بعت حضرتك تطلع على العقود وتبعت مستند مذكره رسميه من المديريه بتوقيع سيادتك ومختومه انه فلان وفلان وفلان حاصلين على عقود وتعرض على لجنه التنسيقيه الازمه. جيت انا لقيت بيبعتوا بالنسبه للعقود دي او بنبعت لشؤون المديريات على اساس نقول قلنا نعملوا ايه نصرف لهم الاسمده ازاي. فالنهارده اتصلوا بيا قال خلي الناس دي تيجي لشؤون المديريات بوزاره الزراعه. انا هتصل يا اخ محمد، عندك مشكله تانية؟ عايزين ناخد الكماوي من حاضر هنحل لك المشكله يا اخ محمد. يا ريت الزملاء في الاعداد لو سمحتوا هاتوا لنا الدكتور محمد يوسف. أيوة. رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات. نتصل عليه النهارده. دكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات، نعرض عليه المشكله عشان نحلها دلوقتي ونخلص يعني. لانه يعني انا جاي في الطريق واحد برضو كلام حضرتك مقتنع بهذا الكلام باشمهندس عباطي؟ ولما انا بعت يعني احنا غاويين ندوخ الناس يا جماعه؟ يعني ايه؟ ما هو الراجل اكيد صادق يعني. لو استاذ وكيل وزاره هيطلع على المستندات ويطلع على العقود وكتار يعني مش واحد ولا اثنين. ما قلت له هيحصل زحمه عندك. اتصل بيها مدير عام الشؤون الزراعيه في الاداره المركزيه. انا اتصل دلوقتي بالدكتور محمد يوسف ونحل المشكله. يا ريت ضروري. ضروري احنا لان الناس دي لازم نخدمها لان البيروقراطيه في مثل هذه الامور غير مطلوبه. طيب احنا معانا على الهاتف الان الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور حسن. دكتور حامد ازي اخبارك عامل ايه؟ وحشنا يا دكتور حسن يعني. والله انت اكتر والله. طيب حضرتك احنا عاوزينك ضروري في حلقه قريبا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب انا هعرض على سيادتك الحقيقه مشكله جات لنا حالا دلوقتي. احنا قبل اي حاجه بس بنقول لسيادتك ان في مؤتمر التعاون التاني للاصلاح الزراعي. ده هينعقد ان شاء الله تحت رعايه معالي الوزير في نادي الزراعيين. يوم 14/10 يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 12 الظهر ان شاء الله يا فندم. هذه دعوه للمركز الزراعيه طبعا ودعوه لسيادتك ودعوه لكل
اللي سامعين سيادتك دلوقتي. ده يشرفنا يا فندم، ان شاء الله نكون موجودين باذن الله. ونتمنى لسيادتك التوفيق دايما يا دكتور حسن. الله يخليك. احنا الحقيقه بنعهد في سيادتك حل المشاكل وبصوره سريعه، واحنا متعودين على ده الحقيقه يعني منذ سنوات. في عندنا مشكله خاصه بالمتصل، يعني كان متصل قبل كده اسمه حماده مهدي من هنا، وقال انه طبعا ما عندوش في نقص في الاسمده في جمعيه العراقي بحري في فرشوت، والاعداد اتصل بحضرتك وحضرتك قلت انه الجمعيه المركزيه ما دفعتش المديونيه للجمعيه العامه للاصلاح الزراعي، لكن حضرتك هتتدخل عشان يبقى في اسمده في الجمعيه دي. اكيد طبعا ان شاء الله. لان احنا بيهمنا طبعا الارض وبيهمنا المحصول بتاع والنبات الكائن الحي، ما نقدرش نحرمه من اي حاجه يعني. بالظبط. فان شاء الله انا هتدخل ان شاء الله لحل المشكله باذن الله، بكره يكون عنده ان شاء الله الاسمده ان شاء الله. احنا يعني طبعا سعداء بهذا الحل السريع. وعلى فكره المشكله دي يا دكتور حسن متكرره، ان الجمعيات المركزيه ما بتدفعش المستحقات اللي عليها للجمعيه العامه، وبالتالي بيحصل تاخير في الاسمده. بس انا عاوز اقول لحضرتك ان الفلاح ملوش ذنب، يعني هو الفلاح عاوز السماد في الاسمده طبعاً في الجمعيه طبعاً. ملوش علاقه بقى الجمعيه العامه ما دفعتش، الجمعيه المركزيه ما دفعتش، هو ملوش علاقه بالمشاكل دي. طبعا هي محافظه زينا بالذات حتى مع الائتمان مش مع الاصلاح بس في مشاكل. تمام. يعني حتى وانا ماسك اخر مكان في مشاكل بخصوص فلوس الاسمده برضو تقريبا هم بيدوروها في حاجات ثانيه يعني. طيب. وبعد كده بيسددوا ان شاء الله. لا نحل المشكله ان شاء الله. في مشكله جات لنا حالا يمكن قبل ما حضرتك تدخل معانا على الهواء من كفر الشيخ، من مواطن اسمه طلال. بيقول انه الاصلاح رابط عليه 3.5 فدان من جده. تمام. هو على ارض الواقع عنده ايراد و10 اسهم، فدان و10 قراريط. تمام. فدان و10 قراريط، والاصلاح بيطالبه بحق الانتفاع بتاع ال 3.5 فدان 27، وطبعا اترفع قضيه عليهم وفي غرامه 27000 جنيه وتقريبا سنه سجن. وبيقول يا جماعه انا ما فيش تحت ايدي غير فدان و10 قراريط، هم جم منين الثلاثه ونص فدان؟ بيقول انا يجيبوا لي الارض وانا ادفع، لكن انا فعلا على ارض الواقع فدان و10 قراريط. المشكله ديت وصلتني يا دكتور حامد، وخدت فيها قرار على طول التفتيش العام يشوف المساحه ويبحث المساحه ويعملوا معاينه على الطبيعه ويشوفوا هل فعلا هو وضع يده على او مأجر فدان زي ما بيقول وكسر يعني، ولا الثلاث فدانين. طيب حضرتك طب حضرتك المتصل هيجيب المستندات نوصلها لحضرتك؟ قوي. تمام يا فندم، يجي لي المكتب مفتوح يجي يشرفني وهبحث له مشكلته وانا قاعد واحلها له وانا قاعد ان شاء الله. ده والله لانه للاسف يا دكتور حسن طبعا هو بيقول المهندس سعيد فريخة هو اللي عمل هذا الكلام، وطبعا الراجل في سنة سجن عليهم وفي 27000 جنيه غرامة، يعني الموضوع مش سهل. لا هو اللي بيعمل الكلام ده المنطقة مش المهندس سعيد فريخة، هو اللي قال يعني هو المسؤول عن الكلام اللي قاله على الهوا. لا ما انا بقول لك هو ده مركزي، ده اجراء مركزي، وانما هو المنطقة اللي بتشوف الكلام دوت وتبعت للهيئة يعني. طيب فلو ليه حق هياخده، احنا مش هاخد منه حاجه زياده يعني. اكيد طبعا اكيد، ولو عليه هيدفع طبعا، ما فيش شك، وهو مستعد يعني ما عندوش اي مانع. لا انا بقول لستك التفتيش العام نازل يشوف المشكله ديت وهيبحث على الطبيعه وهيجيب التقليد ليه ان شاء الله. طب احنا سعداء جدا يا دكتور حسن الحقيقه بمداخله حضرتك، وانت وحشني على المستوى الشخصي. ربنا يخليك. وان شاء الله والاخ طلال ان شاء الله يوصل ويجيب لنا المستندات وابعته لحضرتك. تحياتي للدكتور حسن. واي مشكله اصلاح تحت امرك يعني. بنشكرك. تحياتي للدكتور حسن. المهندس ابو عاطي صديق وكيل وزاره الزراعه في المنيا، وطبعا انا عارف ان المنيا عزيز عليك. ده استاذنا الدكتور حسن. انا عارف المنيا عزيز عليك يا دكتور حسن. اكيد طبعا. دكتور حسن ده استاذنا واخونا الكبير. الله يخليك يا عاطي دي. زي الصحة يا دكتور. والمنيا بقى في رقبتك بقى يعني. ده المنيا في عينيا وقلبي من جوه. حبيبي تسلم، حبيبي تسلم، ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. يا رب يا رب. بنشكرك جدا. شكرا جزيلا. الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. احنا متعودين من الدكتور حسن على سرعة حل المشاكل، وفعلا حللنا المشاكل بسرعة. بالنسبة لحمادة الأسمدة هتوصل، وبالنسبة لطلال طبعا انت سمعنا دلوقتي، يا ريت توصل تدينا تليفون وتيجي بالمستندات وهتروح للدكتور حسن، والدكتور حسن وعد هيحلها لك في نفس اللحظة.
وانت قاعد هيحل لك المشكله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وهنبعت معاك مندوب من القناه وممكن نعمل لقاء بينك وبين الدكتور حسن، علشان برضو معلش يهمنا انه المواطن يعرف ان احنا جادين في حل المشاكل، ان المسؤول جد في حل المشكله، ده مهم قوي. شكر مره تانية للدكتور حسن الفولي. باشمهندس عباطي، عندنا مشكلة كبيرة اللي هي التعدي على الأراضي الزراعية. أخبار التعدي على الأراضي الزراعية؟ هو من ساعة ما طلع القانون رقم 7 لسنة 2018 قلت التعديات على الأراضي الزراعية، لكن بلا شك في ناس يعني بتخالف، بمجرد ما احنا بنحس ان في حد مخالف بيتعدى على الأراضي الزراعية بنتخذ جميع الإجراءات القانونية ضده، وإرسال المخالفة للوحدة المحلية إذا كان في تشوين طوب أو تشوين أي مواد بناء بتزال على طول، وإذا كان في إزالة بتزال. نسبة التعديات إيه دلوقتي؟ لا بسيطة جدا، مش زي الأول. مجرد وأنا الفترة اللي كنت فيها الأول كانت بمجرد ما القانون 7 سنة 2018 الخاص اللي تعدى على الأرض الزراعية اللي هو المباني من سنة سنتين سجن وغرامة من 100,000 ل 5,000,000 حسب ابن مخالفة، طبعا التعديات قلت خالص، فمش زي الأول خالص. احنا نتمنى ان تبقى التعديات صفر طبعا، ده أمن قومي. الأرض الزراعية ده بالزبط. يا سيادة الباشا ان الأرض الزراعية دي أمن قومي بالظبط، ان لم يكن قوتك من فأسك لا يكون قرارك من رأسك. مدام لازم نتصدى لأي متعدي على الأرض الزراعية بكافة المقاييس. ده مهم جدا. ده مهم جدا، لأن طبعا احنا للأسف عندنا زيادة سكانية رهيبة. وبعدين أنا اللي جيت في بعض المراكز في ليهم سنة ليهم شهر ونص في ما فيش إزالات، حارض على معالي المحافظ. ما فيش إزالات من شهر ونص؟ مش في بعض المراكز. مين المتسبب في ده؟ لا ما أعرفش، ما أنا يعني أنا جاي لي شهر فبسأل على الإزالات مركز الفلاني، فطبعا في حاجات بتبقى دواعي أمنية وفي حاجة، لكن لازم أعرض على معالي المحافظ إن المركز ده في ما فيهوش إزالات لمدة شهر أو من شهر. ده أنا في يوم من الأيام في شهر رمضان 70 مخالفة تم ازالتها، وكنت صايم في عز، قلت مش همشي الا لما تزال 70 مخالفه دي. والحمد لله ربنا وفقنا وشلنا جميع الازالات والتعديات في يوم واحد. في يعني شوف الواحد هو صايم في حر الصيف وما رضيش اسيبه. يا ريت المسؤولين يا باشمهندس عباطي عن عدم الازالات في هذه المراكز يتحاسبوا. يعني ما نعديش الموضوع ده كده يعني مرور الكرام، يعني انا هعرض على معالي، لان خلاص بقى يعني وبعدين عندنا تعليمات من معالي وزير الزراعه تصدي بكافه المقاييس. طب استاذن حضرتك معانا على الهواء دلوقتي الدكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات. دكتور محمد اهلا وسهلا. محمد مبارك، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا دكتورنا الغالي، اخبارك؟ وحشنا يا دكتور محمد. يا فندم ده شرف لينا المداخله مع سعادتك يا فندم. ربنا يحفظك. احنا بس جات لنا دلوقتي مشكله على الهواء، احد المتصلين مقنن ارضه عن طريق المحافظه 5 أفدنة ومعاه العقد وكل اوراقه سليمه تمام، وطبعا مش عارف ياخد الاسمده بتاعته. فطبعا انا معايا الباشمهندس عباطي الصديق وكيل وزاره الزراعه في المنيا معايا على الهواء دلوقتي، وهو سامع حضرتك. هو يا فندم احنا بس الاول حفاظا على الزراعات وحفاظا على المواطن وارضه، ده تعتبر ممتلكاته. هو في طريقين احنا نسلك الطريق السريع النهارده، بان المواطن يقدم طلب لمعالي وكيل الوزاره في المنيا، معالي وكيل الوزاره في المنيا يرفعه للجنه التنسيقيه للاسمده. ايوه، خلال اسبوع هنبعث له قرار بالصرف ان شاء الله. ده السريع حفاظا على المزروعات. ده هو ده يعني اجراء سريع، والمفروض انه يبقى اجراء نهائي اذا كان الباشمهندس عباطي اطلع على العقود وتاكد من سلامه الاوراق من الناس دي. هو عشان خاطر ما انا بقول سعادتك، الاجراء السريع اللي هو انه المهندس عباطي ياخذ الطلب وياخذ الاجراءات ويبعث لنا اللجنه التنسيقيه نديله راي عشان نحمي الزملاء في المنيا، لان في مساءلات بعد كده. لكن هو الاجراء اللي هو طويل الامد ان الاخ
صاحب الارض المزارع يتقدم لاقرب جمعيه ليه بانه يعمل يسجل الحيازه بتاعته في يعمل حيازه في اقرب جمعيه ليه ويبقى عضو زي باقي الاعضاء في الجمعيه ويتم الصرف ليه من خلال الطرق الشرعيه والقانونيه اللي اقرها القانون وقررها وانضبطها. ده كلام محترم يا دكتور محمد، يعني حضرتك ما انتش عاوز الناس دي تجيلك هنا القاهره ومعاهم العود. لا يا فندم لا لا، هو هيقدم الورق على. طيب الباشمهندس عباطي بس عاوز يستفسر عن حاجه. يا دكتور زي الصحه. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك يا فندم. النهارده الساعه 4 كان جاني اتصال من الباشمهندس ابو بكر مدير عام الشؤون الزراعيه عند حضرتك وقال لي بالنسبه للطلبات اللي واخدين عقود من المحافظه املاك دوله، فقال لي بعتهم ومعاهم العقود للاداره المركزيه لشؤون المديريات عشان نطلع على العقود وعلى البطايق الحيازات على اساس يتم العرض على اللجنه التنسيقيه. فبقول له يعني ده هم عدد مش ينفع مش يعني يا دكتور محمد ينفع يعني نشحطة الناس ونجيبها من المنيا؟ الكلام ده وانا جاي من المنيا للقاهره في الطريق اتصل. لا يا فندم هو الزميل اللي قال كده بيبتغي الدقه عشان ما يحصلش ان ايه يتم الاستيلاء على الدعم لغير مستحقين. انا معاك يا دكتور محمد، لكن يا معالي الدكتور المحترم، تسهيلا على المواطنين اللي وكيل الوزاره الموجود في المديريه يتاكد من صحه العقود. هو ده اللي انا عاوزه. بس خلصت صوره طبق الاصل، انا متاكد هو على مسؤوليته ويبعت لنا صوره وانا هخلي الشؤون الزراعيه والخدمات الزراعيه هو على طريقه واحنا هننفذ يا فندم بسرعه كاجراء وقائي، لكن الاجراء الصح انه يضم اقرب جمعيه تابعه ليها الاراضي المخصصه لها. انا بشكرك يا دكتور محمد على فكره، وهو ده الحل اللي انا قلته، الحل الطبيعي المنطقي ان المواطن يتقدم لكل وزاره اللي هو بيمثل وزير الزراعه في المحافظه ويتاكد من سلامه المستندات ويعمل مذكره لحضرتك وتعرض على اللجنه التنسيقيه والمواطن يصرف الاسمده. يا فندم احنا برضه بنتلقى الشكاوي عن طريق الفاكس وعن طريق بوابه الشكاوي الحكوميه وبيتم التعامل معاها وتحويلها للمديريه والاجراءات كلها بتتم تسهيلا على المواطن، لكن احنا برضه لازم ناخد بالنا ان في بعض الحالات بيبقى تعدي على المال العام. بعد اذنك يا دكتور فضل. محمد اتفضل. انا طبعا بالنسبه للعقود والاوراق الخاصه بالمزارعين واللي حاصلين على عقود تمليك من المحافظه هعرض الموضوع على الشؤون الزراعيه والخدمات الزراعيه تشوف العقود وصحتها وهكتب لك مذكره بالمزارعين دول على اساس يتم اتخاذ العرض على اللجنه التنسيقيه للاسمده في الوزاره. تمام يا فندم تمام، واعمل له معاينه بالمره عشان ومعاينه. تمام يا دكتور محمد، عشان سرعه الاجراء وحفاظنا على الزراعات. بشكرك حق المواطن. بشكرك جدا يا دكتور محمد. دكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات، هو ده المسؤول اللي حاسس بمعاناه الناس. بشكرك جدا يا دكتور محمد، وهو ده الحل المنطقي صح؟ نريح الناس اللي احنا قلناه. لازم نريح الناس. اطمن يا اخ محمد اللي هو طبعا اتصل، بنطمنك واكيد انت متابع وسمعت الرد من المسؤول الدكتور محمد يوسف. طيب انا عاوز حضرتك تطمني على المبيدات في المنيا سريعا. تمام. المنيا بالنسبه للمبيدات انا بمجرد ما جيت جبت مدير عام المكافحة بقول له لا يتم التعامل مع المبيدات إلا عن طريق الجمعية العامة والإدارة المركزية للمكافحة على أساس يكون المصدر سليم. وبالنسبة لمبيدات الجمعية العامة والإدارة المركزية للمكافحة هو المصدر السليم للمبيدات، لكن بالنسبة لأي شركات ده بتبقى مثلا تتعامل برا عن طريق المحلات المرخصة. ويتم بالنسبه للضبطيات والمبيدات المغشوشه والمهربه، ايه الاخبار؟ لا طبعا ناوي ان شاء الله انزل جهاز الرقابه على المبيدات بالنسبه للمحلات على الرقابه على المبيدات المغشوشه. انا لسه شهر دكتور. انا معاك بس حضرتك لكن ابن لكن المنيا وكنت من ضمن الملفات، لانه الملف بتاع المبيدات من ضمن الملفات اللي قدامي مفتوحه. بالظبط ومطبقي يعني المبيدات. يعني حضرتك عندك فكره ايه الاخبار؟ نعم، مطبقي المبيدات في كذا دوره لمطبقي المبيدات والحصول على شهاده، ودي بتنفعوا بعدين للتعامل
مع المبيدات وشهاده الصلاحيه والمنتج ده خاضع لوزاره الزراعه ولا مش خاضع. فمن ضمن مطبق المبيدات ده مهم جدا في كذا دواء. باشمهندس ابو عطيه، هل حضرتك واضع اليه محدده او معينه لحل مشاكل المزارعين في المنيا؟ طبعا. عباره عن ايه؟ بالنسبه الاليه انا مكتبي مفتوح كل يوم في الليل قبل النهار. انا بروح المديريه الساعه 8 بمشي الساعه 5 ارتاح ساعتين في الاستراحه ارجع المديريه ثاني من 7 ل 10 او 11 في الليل. فانا مكتبي مفتوح، اي مشكله بمجرد ما يجيني لابد انا احاول بشتى الطرق اتواصل مع المزارع بيكون عنده، اتواصل مع مدير الاداره الزراعيه، مع اذا كان مشرف زراعي. لابد مشكله المزارع بنحاول لابد. ما احنا عاوزين برضه يكون في تعليمات واضحه لمدير الادارات الزراعيه يبقى عندهم نفس النهج. او وانا جاي في الطريق من الصهاج للمنيا اول يوم اجتمعت بجميع مديرين العموم ومدير الادارات على مستوى المحافظه بحل مشاكل المزارعين. ده المبدا الاول بتاعي ان ما فيش مشكله في الصعاد او ما فيش مشكله لازم تتحل، لكن في بعض المشاكل بتعوز وقت على اساس في ورق في مش كل المشاكل هتحل في نفس اليوم، فبالتاكيد لازم نقف على حل مشكله المزارع. دي المبدا بتاعنا. ومش عيب ان الواحد يكون خدام للعمله او لوطنه او للمواطن اللي يدخل عنده. الاهم شيء حل مشاكل المزارعين وعدم تصعيده. ده مهم. ده مهم. ده المبدا بتاعنا. على فكره حل مشكله المواطن عامل رئيسي بخلق روح الانتماء لهذا الوطن. على فكره لان المواطن لما بيلاقي بيبقى عنده مشكله يا دكتور. والمسؤول ما بيحلش وبيبقى والمشاكل بتتراكم المواطن بيحس يعني بكده بغصه يعني انت ازاي يعني لما انا المسؤول ليه كده يعني مستهتر بيا ما ينفعش. انا مبدأي بقول له انا خادم ليه، وبعدين بيبقى عليه يعني بيبقى ساخط على 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 كل شيء وعلى طبعا. المسؤولين وعلى الوزير وعلى القياده السياسيه، والسبب في كده ممكن يكون مدير اداره زراعيه ورئيس جمعيه او مدير جمعيه او مدير جمعيه او حتى وكيل وزاره غير متعاون ما بيحلش مشاكل الناس يكون هو السبب صح، ويعمل سخط عام لدى المواطن على كل المسؤولين في الدوله. علشان كده حل مشكلة المواطن يا جماعة مهمة جدا جدا لخلق روح الانتماء لهذا الوطن. أنا مبدأ في حياتي يا دكتور بقول له أنا خادم لكل واحد يدخل عندي. معنى خادم لازم أحل له مشكلته. تمام. وده مش ده أنا لما أكون خادم لوطني والخادم اللي يجي أنا بحل مشكلته ده تشفه جراس. الحقيقة احنا يعني سعداء جدا بلقائك يا باشمهندس أبو عطيه، وبنهنيك مرة تانية لعودتك كوكيل وزارة المنيا، ونتمنى لسيادتك التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله يكون لنا لقاءات بقى قادمة يعني بعد فترة ويكون في اخبار ساره موجوده في محافظه المنيا. في نهايه هذه الفقره اعزائي المشاهدين لا يسعني ان اتقدم بجزيل الشكر للسيد المهندس عبد العاطي صديق الخطيب وكيل وزاره الزراعه بالمنيا. بشكرك جدا باشمهندس عبد العاطي. شكرا. فاصل قصير وهنشوف مع بعض تقرير خاص بالمدارس الحقليه للتين الشوكي، واستقبل ضيفي في الفقره الثانيه الدكتور عماد نجم مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعيه.